نظمت وزارة الإسكان ورشة عمل لعدد من موظفي الوزارة والعاملين في بنك الإسكان، هدفت إلى وضع الموظفين المعنيين في صورة أبرز التغييرات والتحديثات التي ستشهدها النسخة الجديدة من برنامج مزايا المقرر تدشينه الشهر المقبل. وجاء البرنامج التدريبي في إطار الخطة الاستعدادية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في وقت سابق، والرامية إلى تعريف الموظفين بأهم الجوانب التطويرية التي سيشهدها برنامج مزايا الإسكاني لتوفير أعلى درجات الاستعداد لديهم في تعاملاتهم مع المواطنين، الأمر الذي يندرج تحت سياسة الوزارة في تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية والتعاون مع استفسارات واحتياجات المواطنين. اعطاء تريننج علشان للشباب مال الوزاره وبنك الاسكان كمان على السيستم على التغييرات الجديده في سيستم مزايا، بحيث ان احنا نوفر لهم صوره عن التغييرات الموجوده في سيستم مزايا اللي راح تخدم نظام مزايا 2019 بصوره سهله، بتكون حاسبنا احنا في السيستم انه يكون الانتراكشن مال اليوزر يكون ابسط ما يمكن. وي هاف ديفولتد ا نمبر اوف ليتس سي فيلدز، بحيث انه اليوزر ما يعمل غلط وان الفلو مال السيستم يروح بطريقه سلسه. البرنامج التدريبي هي على أساس التعديلات الجديدة اللي راح تنطرح على الوزارة بخصوص نظام مزايا. طبعا الحين نظام مزايا بيشمل كافة الأنواع اللي يسمح للمواطن أنه يتقدم للوزارة ويقدم عليها. فالسيستم فحاليا عندنا ورشة تدريبية للموظفين للتعرف على جميع أنواع الخدمات الإسكانية، وقاعدين ندربهم من شلون قاعد يستخدمون النظام.